تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة الجغرافيا، النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. تغرب الشمس مساء من جهة الغرب. تغرب الشمس في المساء من جهة الغرب، أحسنتم، صحيح. جهة الشرق تقابلها جهة الغرب. إذن جهة الشرق تقابلها جهة الغرب، جيد، صحيح. تقع تونس غرب الجزائر، خطأ. تونس تقع شرق الجزائر وليس غرب الجزائر، من جهة الشرق. تقع الصحراء في الشمال الجزائري، خطأ. الصحراء تقع في جنوب الجزائر. إذا نراجع، تغرب الشمس مساء من جهة الغرب، صحيح. جهة الشرق تقابلها جهة الغرب. تقع تونس شرق الجزائر، غرب الجزائر، خطأ. وتقع الصحراء جنوب الجزائر وليست شمال الجزائر. التمرين الثاني، املاء الجدول. لدينا جدول، الاتجاهات العامة، الاتجاهات الجغرافية. لدينا أربع اتجاهات عامة وأربع اتجاهات جغرافية. الاتجاهات العامة، نبدأ، جيد، يمين، لدينا يسار، ثم لدينا أمام، ولدينا خلف. أربع اتجاهات عامة، يمين، يسار، أمام وخلف. اتجاهات الجغرافية كذلك لدينا أربع اتجاهات، نبدأ، أحسنتم، الشرق يقابله الغرب، جيد. لدينا الشمال يقابله الجنوب. أربع اتجاهات جغرافية وأربع اتجاهات عامة. نواصل. التمرين الثالث، اربط كل جملة بالتي تكملها. إذا لدينا أنا أسكن، أنا أدرس، أنا أطالع، وأنا ألعب. ولدينا الأماكن أو المعالم المكانية، في الحديقة، في المكتبة، في قسنطينة، ولاية قسنطينة، في المدرسة الابتدائية، اسم المدرسة المقرن. إذا نبدأ، أنا أسكن في أي ولاية أسكن؟ مثلا في ولاية قسنطينة، يمكن في ولاية تلمسان، ولاية الجزائر العاصمة. كل تلميذ يكتب الولاية التي يسكن فيها. أنا أدرس، كذلك اسم المدرسة، جيد، المدرسة الابتدائية اسمها المقرن. كذلك كل تلميذ لديه مدرسة يدرس فيها ولديها اسمها الخاص. أنا أطالع، أين أطالع؟ جيد، في المكتبة، أبيض، أطالع في المكتبة. أنا ألعب، أين ألعب؟ أحسنتم، في الحديقة. إذا نراجع، أنا أسكن في ولاية قسنطينة، أدرس في مدرسة ابتدائية البقراني مثلا، أنا أطالع في المكتبة وألعب في الحديقة. التمرين الرابع، لاحظ الخريطة واكمل، واكمل الفراغات بالجهات الأربع الأساسية. لدينا خريطة، كلها خريطة، هنا لدينا خريطة الجزائر، بلد من الجزائر، ولدينا دول، كلها دول تحد بلدنا الجزائر، حدود الجزائر كل هذه الدول زائد البحر الأبيض المتوسط. إذا لدينا من هذه الجهة، لدينا تونس وليبيا من الجهة هذه، لدينا المغرب، الصحراء الغربية وموريتانيا، من هنا لدينا النيجر ومالي، ولدينا هنا فوق البحر الأبيض المتوسط. إذا لاحظنا الخريطة جيدا، ثم نملئ الفراغات. يحد الجزائر البحر الأبيض المتوسط من جهتي، والنيجر ومالي من جهتي، وتونس وليبيا من جهتي،
والمغرب والصحراء الغربية وموريتانيا من جهتي. إذا نعين اتجاهات، لدينا أربع جهات. من هنا لدينا الشمال، من هنا لدينا الجنوب، من هنا لدينا الشرق تقابله الغرب، شمال جنوب شرق. نعيد قراءة الفقرة. يحد الجزائر البحر الأبيض المتوسط. ها هو البحر الأبيض المتوسط. من جهتي أين هو؟ في جهة، أحسنتم، الشمالي. والنيجر ومالي، ها هي النيجر ومالي، ها هو السهم، في جهتي، أحسنتم، الجنوبي. وتونس وليبيا، أين هي تونس وليبيا؟ ها هي تونس، ها هي ليبيا، من جهتي، أحسنتم، الشرقي. والمغرب، ها هي المغرب، والصحراء الغربية، الصحراء الغربية، وموريتانيا، موريتانيا كلها، من جهتي، جيد، الغربي. إذا استعملنا الجهة الأربعة الأساسية، الشمال، الجنوب، الشرق والغرب. نعيد قراءة الفقرة. يحد الجزائر البحر الأبيض المتوسط، من جهة الشمال، مالي ونيجر، من جهة الجنوب، تونس وليبيا، من جهة الشرق، المغرب، الصحراء الغربية، وموريتانيا، من جهة الغرب. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.